حقيقة الخلافات الواردة بين الكتل السياسية كلها، اليوم هناك خلافات سياسية بين الكتل السنية والكتل الكردية، وأنا أعتقد أن الخلافات السياسية اليوم الموجودة في الإطار التنسيقي خلافات بسيطة جدا لسبب واحد، أنه الخلاف في التغيير الوزاري، لأنه اليوم نجاح السوداني لا يروق إلى بعض المنتمين إلى الكتل السياسية، لأنه في حالة نجاح السيد السوداني سيكشف عورة 20 عاما من الفساد الإداري والمالي. فأعتقد هناك بعض الجهات تريد أن لا ينجح السوداني حتى تكون المعادلة واحدة بين رؤساء الوزراء السابقين والسيد السوداني. اليوم السيد السوداني نجح بكثير من الأمور، منها يعني إرضاء الكتل السياسية، ويريد تطبيق ما اتفقت عليه الكتل السياسية قبل تشكيل الحكومة من العفو العام وموضوع المساواة العدالة والمادة 140 والموازنة مع الإقليم. فأنا أعتقد هذه كلها تتضارب مع بعض مصالح هذه الكتل، وخاصة إذا ما علمنا أن السيد السوداني اليوم وضع النقاط على الحروف في مسألة مهمة جدا، هو توظيف السلة الغذائية وجعلها متناسقة لمدة 7-6 أشهر، ومن ضمنها إضافة مواد غذائية جديدة إلى شبكة الحماية وحصة شهر رمضان التي وزعت للشعب العراقي، نجاحات في حكومته لم تروق لبعض الكتل السياسية تريد أن يفشل هذا الرجل حتى تبقى المعادلة ثابتة.